دكتور، لماذا يرتبط يعني التفاح يعني في حماية العين أو الإصابة بالعمى؟ يعني ما هذه المادة التي تحمي العين؟ نحن نعلم أن العين عندها مادة واحدة التي تحفظها، وليس 50 مادة، وهي نعم الفيتامين البيتا كاروتين. نعم هذه الفيتامين هي لا بروفيتامين، هي تتكون على شكل مهيئ اللي كنسموها البروفيتامين، ملي كتدخل الجسم فيزيولوجيا تتحول إلى الرودوبسين، والرودوبسين هي اللي كتخدم بها هذه الخلايا ديال العين. ملي كتقل مادة الرودوبسين كيولي الشخص إما ما كيشوفش من بعيد، إما ما كيشوفش حتى كيكون ضوء قوي. علاش؟ لان الضوء اللي كيخلي البصر، يعني اللي كيتسلط على هذيك الحاجه اللي كتشوفها انت، يعني كنسموها حنا لي ليجوند. نعم واغلب الناس الان اغلب الناس ما كيشوفوا حتى تيكون الضوء مجهد، يعني مش الضوء بكثره، وهذا دليل على ان الناس كلهم عندهم العينين مرض. هذا دليل. لماذا؟ لان من قبل كانوا الناس كي عندهم شمعه صغيره، وكانوا تكتبوا على اللوح وتكتبوا الكتب وتقراوا عليها الاوراق وداك الشيء الاخر. انا الان الطفل اللي شعلتي ليه شمعه وعطيتيه تمرين، لا اظن انه غادي ولا غادي يتكع على الدفتر حتى يحط يعني نيفو فوق الدفتر. هذا يعني هذا فهذه ماده الرودوبسينيه كتجي من فيتامين او التفاح، في فيتامين كل الفواكه، في فيتامين ا، كاينه فيتامين ا في الجزر، كاينه في المشماش، كاينه في التفاح، كاينه في المواد الصفراء على الخصوص هي البيتا نعم كاروتين. وهذا الفيتامين ا هي اللي كتحفظ حتى من هذيك حتى من ماء العين، ومن كذلك إصابة المنطقة الصفراء، هي اللي كنسميوها الاي ار ام دي، هي الايج ريليت الماكولا. هذه الإصابة ديال الماكولا هي اللي لما كانش الفيتامين دي الماكولا كتصاب. كتصاب أكيد. هذا هو المشكل. نعم ولذلك ان الاشخاص اللي كيكثروا من هذا الفواكه اللي فيهم فيتامين ا كيكون البصر ديالهم جيد، نعم كيكون عندهم بريق وعندهم بصر كيشوفوا من بعيد. نعم الاشخاص اللي ما كيكثروش من الفواكه كيكون عندهم النظر ديالهم قريب، نعم كيشوفوش يعني المسافة طويلة جدا، في الليل ما كيشوفوش مزيان في الليل، وخاص حتى يكون ضوء كتير. علاش؟ كثير لان عندهم مادة الرودوبسين ناقصة. ناقصة هذا هو. عندها، فقبل ما يعملوه في الصناديق حيت كتكون واحد المادة فوق منه نعم كيدوزوا عليه واحد كتبري المادة ديال الراموليسمو باش ما يتكمش، يلا. وهذيك مادة خطيرة. الخض نعم، لازم الناس يقشروا جميع الفواكه المستوردة، لازم تقشر جميع بما لا اشجاص ولا التفاح ولا اي شيء، الفواكه المستورده لازم تقشر، لان الانتاج في الخارج هو انتاج كيماوي، وانتاج في دور الزجاجيه، وانتاج بطرق يعني مراقبه بمنتوجات وبكيماويات، يعني هذه معروفه يعني دوليا، معروفة حتى الاستيراد معروف، هذه الشهاده الصحيه اللي كتجي مع هذه الاشياء هذه معروفه، ما فيهاش. دكتور، كاين أنواع التفاح، هناك الأحمر والأخضر والأصفر، لماذا اختلاف هذه الألوان؟ كاين هناك اختلاف في النوع، هناك نعم انواع حمراء وانواع خضراء، وصفراء. وكاين هناك نعم وصفراء، وهناك انواع على مستوى النضج، كيكون في الاول خضر ولا خلاو كيولي احمر، كيجنيو هكذا في الطور الاول ديال النضج كيكون حامض شويه، هما كيسميوه التفاح الحامض، كيتباع هك التفاح الحامض، الناس نعم كيبغيو حامض. هذا كيكون مازال ما طابش كما كنقولوا، ما كيوليش صفر وما كيوليش احمر من بعد، ولكن كاين انواع هي حمراء، هي انواع حمراء. هذا التفاح الجميل اللي كنشوفوه الشكل ديالو كبير واحمر، هو النوع احمر، نعم وفيه مورك حتى ديال الميدالت، التفاح ديال الميدالت كنلقاو انه مخلط مشرب بالحمره، كاين حمر صفر اخضر، حتى هو جيد. التفاح هذا كيكون رطب وعنده مذاق مرمل، وعنده مذاق لا يشبه يعني يختلف عن التفاح المستورد. يعني فعلا احنا كنعرفوا التفاح المغرب كنعرفوا يعني، والمنطقه هذه ديال الجبل ديال الميدالت هي فيها ماء جيد، بالعكس هي خص يكون فيها تفاح جيد، يعني ما شاء الله، لان جوده المياه هي جوده الفاكهه. يعني أكيد علاش؟ لان الماء اساسي، وهناك مكونات جينيه كتخلي واحد، هي اللي كنسموها النوع حنا في علم النبات، النوع ان واحد النوع يعني عنده مذاق، ونوع عنده مذاق، يعني المذاق داخل في اختلاف الانواع هذه ديال الثمار، واختلاف الالوان واختلاف الرائحه واختلاف النوع والنكهه، وهذه كلها اشياء الله سبحانه وتعالى زين بها الارض. لماذا؟ لان لما كانش انواع كاين الناس ما غاديين ياكلوا التفاح، أكيد حيت كاين اللي كيبغي التفاح حامض، هناك من يحب التفاح احمر، هناك من يحب التفاح اخضر، بحال العنب، كاين اللي كيبغي العنب ابيض، كاين يبغي العنب احمر، كاين اللي يبغي العنب اسود، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الوان وخلق مذاقات مختلفه باش يخلي الانسان ياكل يعني الاشياء التي يحبها، وان الكون زينه الله ونوعه سبحانه وتعالى. إذا دكتور، معنا مكالمة على الخط نحررها. ألو، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم. عبد الرزاق مني دائما من مدينة البروج. اهلا سي عبد الرزاق، تفضل. شكرا استاذ على هذا الله البرنامج يبارك الرائع، فيك. الله يبارك فيك. وتحية كذلك التقدير واحترام للدكتور ديالنا سي محمد الفاي. الله يبارك فيك. التدخل ديالي كيتمثل في بمعنى البرنامج يتحدث عن التفاح واهميته. التفاح يعني لا تخفى اهميته على كثير من منا، ولكن التساؤل ديالي انا كيتطرح في نعم الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، نعم، ولم يفتقر بيت فيه الخل. نعم. هنا كنتسائل على خل التفاح. نعم. وكنسأل الدكتور واش كاين شي خل طبيعي وآخر غير طبيعي، وكيفاش يمكن لنا نتعرفوا على هذا الخل هذا، لأنني أنا بحثت من قبل في هذا الموضوع. نعم. هذا، نعم، ولقيت بأنه كاين فوائد كثيرة ديال خل التفاح. نعم. بغيت الدكتور يفيدنا، الله يجازيه بخير. شكرا سي ولكم الشكر الجزيل. دكتور، يعني تحدثتم قبل قليل في بداية الحلقة عن الخل، ولكن الناس كتسأل عليه بكثرة. نعم. بدا لو تعيد لنا يعني باختصار باش الناس يرتاحوا، لأن في السوق موجود هذا الخل ديال التفاح نعم بكثرة نعم ومنتشر نعم بطريقة غريبة. وهذه نعم طريقة غريبة. هذا نعم. هو هذه الكلمة، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. طريقة غريبة و إغراءات تجارية، ولماذا؟ لأنه سهل في الصناعة وغالي في الثمن. هذا هو اللي خلى هذا المنتوج هذا يعني يغزو الأسواق، وأن حتى الثمن الذي يشترى به الآن هو ثمن لا يطاق، يعني ثمن لا يطاق، يعني يقدر يوصل حتى ل 200 درهم و300 درهم للليتر. لا، كاين بعض القنينات كتباع يعني بواحد الثمن بخس جدا. لا أظن، أنا لا أظن، يعني الثمن اللي كاين في السوق الآن هو كي احنا يعني كنشوفها عند هذوك الناس اللي كيبيعوا المواد الطبيعية. نعم، هي فيها 100 مللتر وكتباع ب 30 درهم ولا ب 35 درهم. هذا نعم، ولكن ما في يعني هذوك يعني ملي كنشوف الثمن ديال اللتر غادي نلقاوه 200 حتى ال 200 حتى ال 300 درهم. أكيد. يعني اللتر هو ثمن يعني باهظ جدا، باهظ، أغلى من ثمن الخمر وأغلى من ثمن الزيت وأغلى من ثمن جميع السوائل. نعم، هو أغلى سائل. فهذه هي المسائل التي الآن تصدينا لها منذ 20 سنة، ونحن نتصدى لهذا النصائح المغرية. نصائح مغرية، وأن هناك من سيسبب له الخل خطر على مستوى المعدة. كاين الناس الآن، نعم، كاين الآن الناس اللي الخل يسبب لهم مشاكل. فإذا كان هناك نصيحة صائبة، فقد تكلمنا عن التفاح. نعم. وأنا أقول لا يمكن أن يكون الخل أقوى من التفاح. نعم. هو الخل مصنوع من التفاح، وكاين الناس اللي كيغشوا كيزيدوا فيه الماء، ولا يمكن أن يكون الخل أقوى من التفاح، لا يمكن، من المستحيل. لأن لماذا؟ لأن مكونات التفاح هي معروفة وتكلمنا عنها، هي كلها جيدة، وإذا تناول الناس تفاحتين أو ثلاثة أو حتى أربعة في اليوم غدا تقام عليهم أرخص من شراء الخل. ولكن ثم هذا التفاح لا يضر، التفاح لا يضر، يستهلك أكيد التفاح هكذا بكثرة، خصوص الناس اللي عندهم أمراض القلب والشرايين. التفاح مهم، فيه بيكتين، فيه ألياف خشبية غير دائبة، فيه مضادات للأكسدة منهم حمض الكلورجينيك بكثرة، والفلوريدزين، وفيه كذلك الكوبرسيتين والكاتيشينات، وفيه حمض السيتريك، وفيه حمض الملك، وفيه أملاح معدنية، ويعني نلاحظ أملاح معدنية كذلك هي جيدة، وفيه سكر الفريكتوز، يعني لا يزعج أصحاب السكري، هو متكامل، تفاح متكامل، متكامل. وعنده مذاق جيد، أنا ممكن الناس يكتروا منه، أنه لا يضر، أنه لا يسبب إسهالات مثل الفواكه الأخرى بحال البرقوق والمشماش والمزاح، ملي كيكتروا منه من الناس، علاش؟ لأن فيهم إلكتروليت، فيهم بعض الأملاح اللي إلا كترتي تعمل إسهال. تفاح لا يسبب أي إزعاج، لا يسبب أي خطر، ليس في أي مشكل، لا الكمية ديالو، حتى الناس يكتروا من الاستهلاك يعني ديالو، هو مفيد ممكن جدا، يستهلك مباشرة، ممكن يطحن مع ماء معدني ويشرب على شكل عصير. نعم. يعني ما شاء الله، لو كان الناس ياخذوا معهم تفاح للعمل ولا تفاحتين للعمل وحتى يرجعوا ياكلوا كان احسن. علاش؟ لان التفاح جيد، اللي فيه سكريات وفيه ألياف وفيه مضادات وفيه املاح، يعني يحفظ القلب ويحفظ حتى الدماغ، لان حمض الكلورجينيك كذلك عنده واحد مفعول على الخلايا الدماغيه. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه. جميع الحقوق محفوظه لدى قناه.